يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأساتذة في الجامعة قال لنا إن علم الكلام في بدايته كان علمًا محمودًا، حيث إنه كان يدافع عن الإسلام، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. علم الكلام من نشأته وهو باطل، لأنهم استعملوه بدلاً من كلام الله وكلام رسوله، وهو علم منطق اليونان، هو مجلوب من اليونان، مجلوب من اليونان إلى بلاد المسلمين، فهذا الكلام باطل، وهذا كلام إنسان ما يدري ولا يعرف. منين له هذا التفصيل هذا؟ منين جاء بهذا التفصيل؟ نعم.